صاعدين الهجوم، لكن انه تسرع اللعب ديال النهضه البركاني ومر الكره في الوقت اللي كان الحلحون وضاعت. عطيت بعض الاحصائيات ديال الكرات المسجله ديال نهضه بركان، 60% بالحملات المرتده والسريعه و30% كرات ثابته و10 حمله منظمه. كنعطي اشاره بانه لو سجل نهضه بركان في هذه المقابله غيسجلها عبر طريق الحمله المرتده ولو بميدينا. نعم، ومحاوله من الجهه اليمنى بواسطه لاعب اخميس، اخميس اللي غيحاول يبرر في اتجاه المربع، الحكم يقول 5 متر و50 ما كاينش خطا رغم احتجاج الجماهير بطبيعه الحال على حكم السيد زوراق اللي شهر لهذا القرار. اذا 5 متر و50 لصالح فريق اولمبيك اسفي، اولمبيك اسفي الذي حقق حتى الان 4 انتصارات 7 تعادلات و7 هزائم، وكنظن هي النتائج التي او فاز في 5 مقابلات وتعادل في 7 وانهزم في 7، في حين فريق النهضه البركانيه فاز في 7 وتعادل في 7 وانهزم في 4. اذا محاوله لفريق النهضه البركانيه مره اخرى بواسطه اللاعب ناجي، ناجي هناك انطلاقه ديال امين لدخل قبل قليل كلاعب احتياطي عند لاعب رامي. ربما كون كان عند نهضه بركان مهاجم صريح لكان غادي كان مسجل اصابه على الاقل في هذه المقابله، فكيغيب على نهضه بركان مهاجم صريح اعتماد على العشير ربما ليس بالتفكير الصحيح. ومحاولة كانت اللاعب روي اللي تمكن ديال اسفي تمكن من الكره في اخر اللحظات رغم انه ظل يؤمن اللاعب حلول، اعتقد ان الكره خرجت للتماس لكن في نهايه المطاف انتهت في صدر اللاعب روي. التماس لصالح فريق النهضه البركانيه عند لاعب امين الصديقي، امين الصديقي عند ايت الحاج الذي يبعد الكره في ذلك ربح ايضا ابعادها بهذا الشكل واحد 15 ثانيه او شيء من هذا القبيل. اذا امين الصديقي هو الذي سينفذ التماس لصالح فريق النهضه البركانيه. الجماهير جماهير البركانيه لم تهدأ منذ بدايه هذه المقابله ولم يهدأ لبال تشجع الفريق منذ بدايه المقابله وحتى الان رغبه في تسديد في تحقيق النتيجه ايجابيه. اذا بالنسبه لتغيير اخر سيكون في صف فريق النهضه البركانيه، دخول رقم 7 من فريق النهضه البركانيه اللاعب سعيدي يوسف، ودخول سعيد يوسف وخروج اللاعب رقم 29 اللاعب حلحول عبد الهادي. اذا حلحول عبد الهادي هو الذي يخرج في هذا يخرج، وفي نفس الوقت كنشكروا لا مندوب المقابله ولا الحكام والحكم الرابع اللي كيساعدونا على اداء المهمه، الحكم الرابع خلال هذه المقابله اللي هو السيد مريمي محمد وايضا المندوب السيد البرهمي احمد وايضا حكام هذه المقابله السيد عادل زوراق الريسي امين وايكن بوعزه. كما هضرت انه لانجاح المهمه ديال المدربين في النهج ديالهم ديال 4-5-1 يجب على اللاعبين ديال الاطراف انه يكون عندهم ميزه دفاعيه هجوميه وخصوصا هجوميه، وبالتالي احد من الاطراف كيخرج الان وكنتظر احد من الاطراف ديال اولمبيك اسفي هو يغادر الميدان. اللاعب حلحول اللي كنظن انه يمشي كما لو انه الفريق ديالهم منتصر، اذا هذا هو اللي خلى الجماهير ربما انها تفقد الاعصاب وتقلق، لكن على ان يخرج لاعب حلحول ويدخل مكانه اللاعب رقم 7 من صفوف فريق النهضه البركانيه اللاعب السعيدي يوسف. اذا ثاني تغيير في صف فريق النهضه البركانيه بعد خروج لاعب عزيز محمد ودخول لاعب امين صديقي، ايضا خروج لاعب حلحول ودخول لاعب سعيدي يوسف، في حين لا زال المدرب العامري يحتفظ بنفس التشكيله التي بدا بهذه المقابله ربما على حتى الان انه في نظره هذه التشكيله ناجحه حتى الان في الحفاظ على النتيجه التي يريد. وكنعرفوا على عزيز العامري عبر التاريخ في لي شونجمون ديالو فدائما كيخليهم من الدقيقه 70 فما فوق او 75. هذه محاوله لكن اللاعب رامي كان يبعد الكره على اللاعب اللي كان متربص بالكره اللاعب السعيدي يوسف. الفريقين بجوج ولاو كيستعملوا المباغته عامل المباغته الحمله المرتده والسريعه ولكن تتطلب تنسيق عالي بالجوده ما بين استعمال الكره واستعمال
هذه محاولة لفريق نادى البركانية خطيرة، لكن كان تصدي ناجح ديال الدفاع ديال فريق أولمبي كاسا في كسب هجوم مضاد بوسط لاعب لمطي، كانت خطيرة ولكن تصبح الآن أخطر على فريق نهضة البركانية بوسط لاعب لوسيانو لدخل مربع العملية. دائما خطيرة محاولة لفريق أولمبي كاسا في تمريرة، لكن كنظن أنه بدينا كنشاهدوا عمليات لا من جهة نهضة البركانية.